وماهر مساح. مساح خلينا نشوف مساح ايضا ما موجود. هذه مهن موجوده لربما هي مو وظائف مهن ولكنها لم تاتي بالاستبيان. هنقول استبيان ونخلي الان خطأين عليكم ان تتفقون وعلى جواب واحد. اذا بقى لنا جواب باقي خمس احتمالات. ها هبه مصور. مصور خلينا نشوف مصور. الخطأ الثالث مع الأسف. طبعا أيضا مصور يعني هي وظيفة أو مهنة اثنينات جائز لكنها لم تأتي عندنا في الاستبيان، يعني لم تأتي كاحتمالات عليا. خلينا نشوف النهيري. النهيري النهيري اذكر اسم مهنة أو وظيفة يبدأ بحرف الميم. مريم مدرس. مدرس. سندس ممرضة. ها ممرضة. ممرضة. علي مدير. ها مدير. 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 وعليك ليث القرار تاخذ من عندهم او انت تجاوب كيفك. ممرض او ممرضة. ما عندي ممرض او ممرضة هو نفس الشيء. نفس طبعا المنزل. ايه بس اعطيني حتى انا ايه ممرضة ابرد ذمتي. ها ممرضة. ممرضة خطأ. ايضا لم تاتي ضمن الاستبيان. مبروك الاحياء ل 124 نقطه. بس خلينا نشوف اذا باقي الاحتمالات اللي ذكرت. مصور نعم ومقاول مخرج بدل المصور اعلى. سبعه مرشد. مرشد سياحي. وخمسه المحاسب. واربعه المزارع. وثلاثه الميكانيكي. يعني بالاستبيان أخذوا ما بين الوظيفة وما بين المهنة. نعم قالوا صح ممرض مقاول مصور ولكنها لم تأتي بالاستبيان. إذن فاصل ونواصل معكم أحبتي المشاهدين بالذهاب إلى الجولة الثالثة والسؤال الثالث المضروب بنقطتين. فانتظرونا. اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين مع الجوله الثالثه والسؤال الثالث المضروب باثنين مع السيده سندس النهيري ومع السيده هبه من الحيالي. تفضلوا. تفضلا. تفضلا. اهلا وسهلا. يا اهلا ومرحبا. مرحبا سيده سندس. شلون صحه؟ مرحبا سيده. اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ اهلا بك. احوالك؟ الحمد لله. احكي لي شوي عن نفسك. اني هبه. عن عملك وهواياتك. أني هبة ممدوح. اي مهندسة خرجت بكالوريوس هندسة حاسبات. اي شوي بس شوي علي لي صوتك.